مع سمبوسه مشروعها، شنو مشروع طال عمرك؟ ها؟ يعني شنو المشروع اللي ان شاء الله بتسوونه؟ شنو وات يو وانت تو دو فور يور جوب؟ وات يور جوب؟ فور ماي جوب اي وانت تو ميكين سمبوسه، اي وانت تو ميكين شوكاتي، اوكي، اي وانت تو ميكين اور سبايسي. اوكي، وات يور دريم؟ وات يور دريم؟ What I dream last night? لا يا غبية مو الحلم. What's your dream after? Dream. No dream. Oh, what's your dream after this? What you راح تصير? Big like ashes. Like ashes. The biggest star in food. Are you laughing? This big dream. زفتة زفتة. بتشوفينه كنت تشوفينه أول مرة. أنا ما شفته أنا على التلفزيون. صدق؟ إي أنا دزول المقطع شفته مرة واحدة وضحكت، أوكي. بس أنا فهد البناية أستمتع بصحبته صراحة، يعني لما يكون موجود بالكواليس القعدة وياه غير. ممتع ممتع لأبعد الحدود. مع فهد البناية؟ المسرح يحرني. بس بالكواليس شيء ثاني. تدري ليش؟ ليش؟ لأنه برجه حوت. آه. علشان كذي. آه. فأنت متماشية معاه. زي شوفي الفيديو هذا، الفيديو الثاني. هي اللعبة كذي بدون لا نفكر بدون لا بدون لا بدون أي همسة. يلا لولو سألي أول سؤال. السؤال الأول يقول إذا أنا كنت قاعد أسوق سيارة وفجأة دست بنزين وبريك بنفس الوقت يكتشر الشارع؟ والله حلوة. أنا سؤال يستحق التفكير، يستحق التمعن فيه، لأن الأجيال الخادمة. طبعا انا ونور قررنا ان لولو ممنوع تسال ولا سؤال. اوكي. فاطمه الصفي ونور الغندور ولولو الملا ما شاء الله سمنه على عسل مثل ما يقولون، وجدا في يعني يبين ان في توافق وتحبون بعض. شنو الشيء اللي ممكن يعكر ويخرب كل هذا؟ اعوذ بالله. اول شيء ما ادري ايه يعني لحد الحين ما وصلت، ما ادري تصدق شيء ممكن يعكر كل هال إيه؟ يعني دائما يقولون في غيره بين الفنانات، في مشاكل تحفر واحده تغار من الثانيه. بالضبط. خصوصا ان انت صاحبه اداء قوي، ولا ما يغارون من لول والملا؟ لا بالعكس يشجعوني. ليش؟ انا بدفعه القاهره في مشهد مال اللي انا مخدامه مال المق ما ادري الدولكه اللي كانت بيدي يوم طاحت وانكسرت، ما كنت عارفه ايش اسوي يعني. فطوم الصفي ساعدتني. أنت محتاجة أحد يساعدك؟ هو لا، بس إنه كنت محتاجة شوية وقت. بس فاطمة ما يعني أنا ما قالت لي شيء. She just gave me that energy. تساندك حتى لو بس توقف يمك. المساندة هذه تكفيني أنا. فبس يعني حتى في أشياء مثلاً نتكلم عن رياكشنات، نتكلم عن المشهد، عن حس، عن أداء، عن ترى الكاركتر هذا في سمة بتكون كذي، في صفة لازم تكون كذي. انت ساعد عشان كذي شايف انت الروح هذه.